بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما عملت التايتل شيت عايز احط ريفيجن كلاود بحيث ان هيبقى فيه تواريخ الصدور دلوقتي. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا في فيو والاقي ريفيجن سكادول. دي الحاجات اللي موجودة، اقدر اشيل واحذف واحط زي ما انا عايز. اقدر اقول له اعمل لي ترتيب ليهم وجروبينج، اقدر اغير التنسيق بتاعهم، نخليه مثلا في السنتر، مثلا أغير الاسم بتاعه زي الإعدادات بتاعت الإسكادو العادية. تقدر تغير الفونتات أوتلاين. أوكي، ده الريفيجن إسكادو بتاعي. عايز أسحبه وأحطه في قلب المشروع. أجي من فيو وأقول له اسحب لي الإسكادو دوت، حطه لي هنا. تمام، أبدأ أظبط الشكل بتاعه مثلا بالشكل دوت، وأقول له load into project. طيب دلوقتي لو أنا عندي أي revision، مثلا revision cloud بالشكل دوت، أقول له موافق. ادخل هنا في البروبرتيز، هلاقي ان هو ريفيجن واحد، ولا ان هو جه ظهر عندي هنا. طيب لو عايز اضيف كمان ريفيجن، هروح للفيو واقول له ريفيجن، اقول له ضيف لي اكتر من ريفيجن، بس خلي الاثنين ده خلاص، ده صدر خلاص مش هيطلع تاني، والواحد ده برضه. تمام، وهنيجي هنا على الريفيجن دوت. تمام، ده صدر خلاص، اقول له انوتيت، اقول له ريفيجن. اقدر اختار اي حاجة ما عدا واحد واتنين. لو قلت واحد واتنين هيقول لا خلاص ده صدر، اقول له مثلا خليه لي رقم 3 وارسم الكلود تحتي.